بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ولقاء متجدد وبرنامجكم انا الوطن. النهارده هنتكلم عن قضايا عديده، هنتناول عن قضيه او البيان الهام اللي طلعه البنك المركزي او تصريحات السيد المحافظ وهو عن التدفقات النقديه خلال 6 اشهر الاوليين من السنه. هنتكلم كمان عن موضوعات متعدده، هنتكلم عن أزمة عرض شراء أسهم أمريكانا، وهنتكلم عن مشكلة شركة النيل حاج الأبطان، وهنتكلم عن انحدار الذوق العام وأسبابه. بس في ملف مهم جدا هنتناوله النهاردة مع ضيوفنا، وهو دعم الصناعة المصرية والمطلوب للعمل على إنجاح المبادرات اللي بتقدمها الحكومة أو البنك المركزي، سواء من ناحية من الطرفين، من الطرف الصناعي أو من الطرف الحكومي. ضيوفنا النهاردة الدكتورة زينب نوار أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمد باغا أستاذ الإدارة والاستثمار والتمويل بجامعة قناة السويس. نلتقي إن شاء الله فيهم في الفقرة الحوارية بتاعتنا. هنبدأ من البنك المركزي. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اللي قالت إن مصر استقبلت تدفقات نقدية خارجية بلغت 12 مليار دولار خلال 45 يوم في عام 2020، يعني من 1/1/2020 لغاية 15 فبراير 2020. ده إيه ببساطة؟ يعني ده بيعني استمرار كاذبية الاقتصاد المصري وأدوات الدين المصرية للاستثمار أمام المستثمري الأجانب، بالرغم بقى من عمليات المتتالية تخفيض أسعار الفايدة اللي حدثت في عام 2019. من ناحية تانية، وفقا لبيان بنك من البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أول يوليو لغاية نهاية نوفمبر من عام 2019، يعني نقدر نقول الخمس شهور اللي هي خاصة بالنص الأول في السنة المالية اللي بتنتهي في 30/6 اللي جاي، 11.1 مليار دولار، مقارنة بكام بقى؟ ب 9.9 مليار دولار. يعني ارتفعت تحويلات واحد بمليار و200 مليون دولار من عام في نفس الفترة المقارنة 2018. طارق عامر محافظ بنك مركزي، تصريحات لشبكة CNN الإخبارية، أكد أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الصدمات الخارجية. تصريح قوي في منتهى القوة، وما بيقولش كلام كده وخلاص، ودلل الرجل. وأكبر دليل على ده هو عدم تأثر الاقتصاد المصري بالحرب التجارية بين أمريكا والصين عام 2018. أشار طارق عامر إلى أن البنك المركزي بيملك القدرات لحماية الاقتصاد المصري من أي هزات خارجية. الحقيقة التجربة منذ نوفمبر 2016 وهي التعويم يعني أثبتت بالفعل أن سياسات البنك المركزي منذ قرار التعويم، رغم هجوم الكثيرين على هذه السياسات، لكن هذه السياسات استطاعت النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وأدت لاستقرار أسعار الصرف وتكوين احتياطي للنقد الأجنبي هو الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق. تحية للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بالكامل بقيادة السيد طارق عامر.